أعزائي الطلبة والطالبات، معاكم الدكتور عادل رفقي. هنتكلم النهاردة على الكنترول يونت أورجانيزيشن في إطار مادة الكمبيوتر أورجانيزيشن أو المايكرو بروسيسور. الريلاتيف بوزيشن بتاع الكنترول يونت في السيستم بتاعنا هي موجودة طبعا زي ما انتم شايفين في الرسمة جوه السي بي يو، متوصلة على الانترنال سي بي يو باس اللي هو بيشترك فيه الاي ال يو والريجستر اري، ده بخلاف الاكسترنال بقى سيستم باس اللي هو مكون من الثلاث حاجات اللي هي الكنترول باس والداتا باس والادرس ايه والادرس باس. يعني هي موجوده جوه، هي بتتصل بايه، موجوده جوه السي بي اي السي بي يو، وطبعا على نفس التشيب يعني انتجريتد مع المايكرو بروسيسور. بالنسبه بقى للمين فانكشنز بتاعت الكنترول يونت، ان هي تعتبر هي الوحده الرئيسيه اللي بتوجه السيستم اوبريشنز، بتتحكم فيه باي سيندنج. ازاي بتتحكم؟ عن طريق انها بتبعت كنترول سيجنالز على الداتا باس. داتا باس هنا المقصود بيه مش الباس، الباس اللي هو مسار الداتا، يعني بتتحكم في مسار الداتا. الكنترول باس او الكنترول باسز جنرالي كاري سيجنالز بتوين ذا كنترول يونت and other computer components in a clock driven manner. مهم قوي نركز في كلمه clock driven manner، لان هنا يعني معنى ذلك ان اللي بيحكم كله التايم بتاعي عباره عن شغال زي الساعه كده، يعني زي clock. يعني اللي هي ايه clock بقى؟ clock produces continuous sequence of pulses اللي هي square wave periodic signal in a specified duration and frequency. A sequence of steps T0, T1, T2, T وهكذا are used to execute a certain instruction. يعني ممكن كل instruction بتاخد كل time، كل time clock، كل clock signal معناها micro instruction بتتنفس. هنا زي ما قدامنا الكيرف اللي فوق خالص ده هو ده الكلوك، لكن انا عندي مثلا تي نوت هيروح مطلع سيجنال يعني ينفذ الايه المايكرو انستراكشن الاولانيه، وبعدين تي واحد تتنفذ اللي بعدها، وبعدين تي اتنين وهكذا. طبعا هو هنا كاتب تي نوت وتي واحد وتي اتنين كلهم قد بعض، لكن مش بالضروره يكونوا قد بعض، يعني ممكن البالس دي والبالس الثانيه، يعني كل مايكرو انستراكشن بتاخد وقت اكتر او اقل في الايه في التنفيذ. يعني ده بس كده حاجه ديمونستريتيف بتبين التايمنج بتاع الكنترول سيجنالز. طيب برضه احنا لسه بنتكلم على المين فانكشنز. طب الاوب كود بقى فيلد بتاع الفيتش انستراكشن، الفيتش انستراكشن احنا جبناها دي في جو، وفي الاوب كود بقى بتاعها از ديكودد تو بروفايد ايه بقى؟ فايده بقى الاوب كود الديكودنج بتاعه ايه؟ ان هو بيدي الكنترول سيجنال جنريتور، بيروح الديكودد سيجنال او الديكودنج من بتاع الاوب كود بيروح على الكنترول يونت. ليه؟ علشان الكنترول يونت اللي هي السيجنال جنريتور بتاع الكنترول يونت ليه ويز انفورميشن اباوت ذا استراكشر تو بي اكسكيوتد، يعني نعرف ايه الكنترول. كل مايكرو انستراكشن ليها مجموعه من الكنترول سيجنالز اللي بتتنفذ بيها. طيب ستيب انفورميشن جنريتد باي اللوجيك سيركت، يعني كان عندنا الكنترول سيجنال جنريتور مثلا ممكن يكون مثلا لوجيك سيركت موديول از يوزد ويز other inputs to generate control signals. يعني الكونكلوجن بقى بتاع المين فانكشنز هي ان هي بتعمل interpreting او decodes الانستراكشن، وبعدين هي اللي بتقول او بتدي الاوردر او الاوامر للاذر كومبوننتس انها تعمل ايه. ده باختصار ده الكونكلوجن. يبقى هي، طب هي كمان مسؤوله ايه الكونكلوجن؟ synchronize all the elements inside the CPU and the interface to the external data bus. يبقى هي للاليمنتس اللي جوه السي بي يو واللي بره، مثلا ممكن يونتس بطيئه في الريسبونس بتاعها، ممكن يونتس سريعه، ممكن ابتداء التايمنج، ممكن مايكرو انستراكشن لما نحللها الى مثلا مجموعه مايكرو انستراكشنز، مش كل المايكرو انستراكشنز بيبقوا بنفس الطول بنفس التايمنج، فهي بتظبط، هي بتعمل السينكرونايزيشن. يبقى في النهايه هي بتعمل السينكرونايزيشن بين السي بي يو and interface is needed due to the differences in operational speed. يبقى هي برضو more conclusively ان هي ايه؟ البرين بتاع المايكرو بروسيسور. ده بلوك دياجرام بيبين الكنترول يونت
طبعا محتاجه تعرف الكلوك بتاع السيستم، محتاجه الانبوت بتاعها سيجنالز فروم ذا سيستم باس، محكمه ستيتس اند كونديشننج فلاجز برضو تخش لها، ومحتاج انستراكشن ريجستر عشان تعرف الاوب كود. وهي بقى بتطلع ايه؟ بتطلع كنترول سيجنال انترنال تو ذا سي بي يو، كنترول سيجنال تو ذا سيستم باس اكسترنالي. يبقى البلوك دياجرام ذات ديسكرايبس هاو تايمينج از يوزد ان جنريتنج كنترول سيجنالز. طب يعني ايه بقى؟ نتكلم بالتفصيل شويه عن السنكرونايزيشن. هنا شغلها الاساسي يبقى في عندنا سنكرونس تايمينج، اللي هي ذا باس انكلودز ا كلوك لاين ريدبل باي اول ديفايسز، يعني الكلوك لاين ده كل الديفايس شغاله عليه. اول ايفنتس اون ذا باس ستارت ات ذا بيجينينج اوف كلوك سايكل، ده سنكرونايزيشن. يبقى كله ماشي على الكلوك. افتر ا ديلي اوف تو سايكلز ذا ميموري بليسز ذا داتا اون ذا داتا لاين and issue an acknowledgement signal on the respective control line. Adopt to slow devices easy to design. ده بالنسبة للsynchronization timing mode. في بقى الasynchronous timing mode there is no clock line on the bus. يعني الأجهزة هي بتاخد الأوردر من الـ من الـ من الـ من الكنترول يونت مباشرة يعني. Each event is caused by a prior event not by a clock pulse. يعني كل حاجة الايفنت اللي قبل خلص يدي يقول انا خلصت، والايفنت اللي بعده يشتغل وهكذا. فدي محتاجين هنا بقى ويت فور ميموري فانكشن كومبليت سيجنال، دي مهمه اللي هي بتبين نهايه العمليه او الماكرو اوبريشن. والماكرو اوبريشن بقى ادوبت فور تو فاست ديفايسز نوت ايزي تو ديزاين. ده اللي هو المقارنه بين السينكرونس تايمينج مود والاسينكرونس تايمينج مود. طيب ده اكزامبل لمايكرو اوبريشنز اند كنترول سيجنالز. يعني مثلا الاكزامبل بيقول لي ايه؟ اد اوبريشن، ذا اد اوبريشن ان ويتش وي اد ذا كونتنت اوف سورس ريجسترز ار 1 وار 2 اند ستور ذا ريزلت ان ديستنيشن ريجستر ار 0 يوزنج 3 باس داتا باس. يعني افترض ان عندنا مسار الداتا عندنا مكون من 3 باسز. فطبعا كل بما ان انا عندي 3 باص اقدر اخلص كل حاجه في ايه؟ في 1 تايم سلوت. يبقى التي نوت انستراكشن تايب اللي هي الانستراكشن اكس اللي هي بتاعتنا هتبقى في الحاله دي اللي هي ايه؟ اد. المايكرو اوبريشن معناها ار 1 زائد ار 2 بنحطهم في ار نوت. طب الكنترول بقى سيجنالز ايه؟ اول حاجه سيلكت ار 1 از سورس 1 on out bus 1 r1 out bus 1 يبقى بين قوسين دي السيجنال اللي هتطلع. select r2 as source 2 on out bus 2 يبقى هتطلع سيجنال اسمها r2 out bus 2. select r0 as destination on in bus هنطلع سيجنال اسمها r0 in bus. select the ALU function اللي هي add، بنختار من الفانكشنز بتاعت ال ALU الفانكشن اللي اسمها add، فبنطلع كنترول سيجنال اسمها ايه؟ اسمها add. يعني ده اللي هو ايه؟ الكنترول سيجنالز اللي بتطلع سواء داخله للسي بي يو او الكلام ده. يعني هي بتبقى هي بتتحكم في الاي ال يو، بتطلع كنترول سيجنال اسمها اد تروح لمين؟ للاي ال يو. الكنترول سيجنال بتتحكم في الايه؟ في الاي ال يو. طيب نفس الاكزامبل بقى لو انا هنفذه، يعني اد اوبريشن برضو هي هي، وي اد ا كونتنت اوف سورس ريجسترز ار 1 ار 2 and stores the result in destination R0. نفس المشكلة بس هنا بنستخدم بقى سنجل باس داتا باس. يبقى الداتا باس مكونة من سنجل ايه؟ من سنجل باس بس، مسار البيانات في سنجل باس. فعندنا طبعا لان انا عندي الباس قليل، فعشان اتفادى الباس كوليجن محتاج اللي حصل قبل كده في ستيب واحد يحصل هنا في ثلاثة ايه؟ في ثلاثة ستيبس. يبقى اول حاجة تي نوت اجيب R1 احطه في ايه؟ وبعدين تي نوت اجيب ار 2 احطه في بي، وبعدين تي 2 اجيب اي وبي اللي انا حطيتهم دول واجمعهم على بعض واحطهم في ار 0. يبقى اول حاجه ايه؟ سيلكت ار 1 از سورس يبقى ار 1 اوت، وبعدين سيلكت اي از ديستنيشن يبقى اي ان، وبعدين سيلكت ار 2 از سورس ار 2 اوت، وبعدين سيلكت بي از ديستنيشن بي ان، وبعدين سيلكت ذا اي ال يو فانكشن اد، وهكذا. يبقى انا واضح هنا ان الموضوع اصلا ايه؟ ان كل ما الباسز تزيد طبعا كل ما العمليه تبقى اسرع، لان اقدر اعمل بارلل ايه؟ بروسيسنج زي ما شفنا في المحاضرات اللي فاتت. ثانك يو، شكرا على حسن متابعتكم.